القاهرة ونس، نشرة أخبارية جديدة، إليكم أبرز عناوينها. محلب لن نفرض قانونا على الصحفيين والإعلاميين. بدر أكبر مناورة عسكرية وليست موجهة ضد أحد. وزير المياه الإثيوبي عدم الإضرار بمصر من ثوابتنا. وإليكم تفاصيل النشرة. لن نفرض قانونا على الصحفيين والإعلاميين، هذا ما أكده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مع جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة وضياء رشوان نقيب الصحفيين، قائلا إن إقرار القانون الخاص بالصحافة والإعلام سيتم بالتوافق بين جميع الأطراف، موضحا أن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزير العدل يستعين بها رئيس الوزراء في النظر في تشريعات وقوانين الصحافة والإعلام، لافتا إلى أن الحكومة تدعم حرية الإعلام وتؤكد على ضرورة الالتزام بأخلاقيات وأداب المهنة. بدر أكبر مناورة عسكرية منذ 1996 وليست موجهة ضد أحد، هذا ما أكده العميد محمد سمير المتحدث العسكري، قائلا إن المناورة بدر 2014 تعد أكثر المناورات تطورا من حيث التخطيط والتدريب وحجم القوات المشاركة، لافتا إلى أن حجم القوات التي اشتركت في بدر ضعف القوات التي اشتركت في مناورة 1996، مضيفا أن الهدف من المناورة هو التأكيد على الكفاءة القتالية للقادة والضباط، مشيرا إلى أن قرار القيادة العامة للقوات المسلحة بإقامة المناورة بدر 2014 جاء بعد استعادة الشرطة لمكانتها ومهامها وتحسن الأوضاع الأمنية في البلاد. عدم إضرار مصر من ثوابتنا، هذا ما أكده وزير المياه والطاقة الإثيوبي المايو تينغنو قائلا إن سد النهضة هو مشروع الشعب الإثيوبي لمكافحة الفقر عن طريق الإمداد بطاقة نظيفة، مشددا على أن هذا السد سيقدم منافع مشتركة لكل دول المنطقة، مضيفا أن إثيوبيا ليس لديها أي نية لإضرار أي دولة، مشيرا إلى أن بلاده تعهدت بتنفيذ نتائج دراسات سد النهضة التي سيقوم بتنفيذها المكتب الاستشاري الذي ستتفق عليه إثيوبيا والسودان ومصر، موضحا أن الثوابت الأساسية للسياسة الإثيوبية تؤكد الاستفادة المنصفة والعادلة لمياه النيل وعدم الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان. استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة المتهمين في قضية اقتحام سجون وادي النطرون المعزول محمد مرسي و130 متهما من قيادات الجماعة الإرهابية وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، واستمعت المحكمة لشهادة اللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية وقت الأحداث، والذي أكد أنه كانت هناك بلاغات وإشارات عديدة من جميع الجيوش في كل المناطق بتسلل عناصر أجنبية وتم القبض على أشخاص عديدة أثناء تسللهم، وكل هذا مثبت ومدون بالدفاتر الخاصة بالشرطة العسكرية، مؤكدا أن هم ألقوا القبض على عناصر أجنبية بمساعدة الأهالي واللجان الشعبية وتم عرضهم على النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. بتهمة تنفيذ أعمال تخريبية ألقت أجهزة الأمن بالشرقية القبض على 12 شخصا من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، كما أحبطت أجهزة الأمن قيام عناصر الخلية بإعادة تفعيل لجنة العمليات النوعية بجامعة الزقازيق، وكشفت التحقيقات أن الخلية ضمت 12 عنصرا منهم مسؤول التنظيم بالجامعة والذي تولى مسؤولية لجنة التنفيذ والقيام بإشعال النيران بسيارة أحد أعضاء مجلس الشعب السابقين وإشعال النيران بسيارة أحد عمداء الكليات. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.